المقابله كل كاف كلاسيكو دائما كتكون مقابله صعبه، هادشي اللي كنا كنتسناو. فرق رجاء البيضاوي جا على الحظوظ ديالو قلب على انتصار، ولكن العزيمه ديالنا قبل المقابله كانت كبيره باش نحققوا الانتصار امام الجماعه ديالنا، اللي بالمناسبه كنشكرهم على الحضور ديالهم والمساهمه ديالهم في الدقه الاولى الاخيره. الشوط الاول خلقنا بعض الفرص خاصه من الارويقه من الجهه اليمنى ولا الجهه اليسرى، كانت تنقصنا لمسه ما قبل الاخيره باش نسجلوا هدف اللي كان يحررنا شيئا ما، ولكن اللاعبين قدموا مستوى طيب. احتكرنا الكره، فريق رجاء البيضاوي الشوط الثاني لعب دفاع متاخر، غلق جناح المنافذ، نورنا من جميع الجهات، حاولنا نعتمدوا على الكرات الثابته. كنظن ما كناش موفقين باش نسجلوا هدف، ولكن دائما اللاعبين مشكورين على المجهود اللي قدموا. كان بعض المرات فريق رجاء البيضاوي حاول يضغطنا بالمرتدات، ولكن كنا عارفين هاد النقاط اللي غيلعب فريق رجاء البيضاوي. على العموم اللاعبين قدموا داكشي اللي خصو يدار. نعم كنا كنقلبوا على الهدف، ولكن ما تمكناش، باقي لنا مقابله اخيره، متفائلين كثير وتايقين في اللاعبين ديالنا. هذا هو السيناريو اللي كان منتظر دائما من البدايه ديال خاصه الخمس مقابلات الاخيره، كنا عارفين بان البطوله غتلعب حتى الجوله الاخيره، كنا مستعدين للسيناريو، غنمشيو لمدينه طنجه باش نلعبوا الحظوظ ديالنا كامله، تايقين في اللاعبين ديالنا، تايقين في المجهودات اللي ديال الطاقم التقني. ان شاء الله غادي نفرحوا ان شاء الله الجماهير العسكريه. شكرا لك عزيز الصمد. كنظن كما تكلمنا خاصه في المقابلات الاخيره، نعم كنخلقوا فرص، كيبقى الهدف مشكل كنظن كيبقى ذهني، لان اللاعبين كيحاولوا يسجلوا في اسرع وقت، كاين بعض التصور، كاين التركيز، هذه نقاط عملنا عليها ومازال غنلعبوا حتى اخر دقيقه من التدريب ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ما توفقناش اليوم، باقي عندنا 90 دقيقه في طنجه، كنا نتوفقوا يمكن نسجلوا هدف او هدفين اللي يحقوا المنتخب ديالنا. بالنسبه للسؤال استعداد استعداد عادي، كنظن الخمسه المقابلات اللي شفنا على 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 الفريق دائما حاولنا ما امكن نحيدوا الضغط على اللاعبين، لان كنلعبوا ملي كتدخل المقابله خصك تأدي وتأدي داكشي اللي عليك، كاين المتطلبات، كاين ليزيكزيونس اللي كنطلبوا من اللاعبين، كنتوفقوا في النقاط، ما كنتوفقوش في نقاط اخرى، هذه كرة القدم، المقابلة كتجرب جوج كلمات بسيطة، يمكن اليوم ما كناش محظوظين، ولكن كما قلت غادي نلعبوا الحظوظ ديالنا، وحنا متفائلين وثاقين في اللاعبين ديالنا وثاقين في المكونين ديال الفريق، غادي نمشيو لطنجة إن شاء الله باش نحققوا المبتغى. قوس تسجيل هدف، حارس الزنيتي كان في المستوى. الشوط الثاني لعبوا بدفاع متاخر، سجلوا غلقوا جميع المنافذ، حاولنا نوروا من الجهه اليمنى والجهه اليسرى، ولكن لعبوا بدفاع متاخر يمكن شكل واحد العائق بالنسبه لنا، لان لقينا صعوبه خاصه في المرور في العمق. عندهم لاعبين عندهم تجربه كبيره، كانت تنقصنا واحد اللمسه ما قبل الاخيره، خلقنا فرص ما تسجلات، يمكن نخدموا على خاصه اللاعبين الجانب الذهني خاصه امام المرمى كان واحد التسرع، هادشي اللي كان ناقصنا، كان ناقصنا ديك الهدف، يمكن الهدف ما سجلناش اليوم، يمكن نسجلوا في مدينه طنجه، لان عندنا كل الامكانيات وحنا تايقين في اللاعبين ديالنا وموجودين لهذا السيناريو، لان دائما كنا كنعرف بان اخر البطوله غتلعب في مدينه طنجه، وهادشي موجودين ليه، وحنا تايقين في اللاعبين ديالنا وتايقين في الجماهير ديالنا غتمشي تساندنا ان شاء الله في طنجه، ونتمناو باش نحتفلوا في مدينه طنجه. كنقول مقابله صعبه، كلاسيكو دائما كيمر في هذه الاجواء هذه، يمكن تعذبنا لان كنا باغيين ننتصروا الان، ولكن باش توصل الهدف ديالك خصك دائما من العناء شويه ديال السوفرونس وشويه ديال التضحيه. اللاعبين قدموا مستوى كبير، كان سخاء بدني في المستوى، ذهنيا حاولنا نخرجوهم من ديك الضغط السلبي ونرجعوه ايجابي، الحمد لله مازال كل شيء ملعوب، كل شيء في يدينا،
المقابله الاخيره هي تكون الفاصيل وحنا مستعدين جميع السيناريوهات. باش توعد الجماهير العسكريه؟ غادي نوعد الجماهير العسكريه باننا غادي نقدموا كل ما عندنا، غادي نلعبوا بالقلب ديالنا بالروح ديالنا، خاصه العقل ديالنا بدها، لان كره القدم ماشي غير تلعب بالروح والقلب، ولكن خصك تكون مركز. هذا هو اللي غنخدموا عليه كما خدمنا في المقابلات الاخيره. الحمد لله الفريق 5 مقابلات 3 انتصارات تعادل، باقي مقابله، هذا الشيء كنا كننتظروا. مدينه طنجة تكون هي الفاصل ان شاء الله.